النهاردة هشرح العلب الكريستال ويف الدائرية المحكمة، وهشرح كمان ميزة الغطاء ان هو ليه شفة عريضة علشان ده نوع من الامان. لو انت واخدة العلبة دي معاكي في الشغل او للولاد في المدرسة ما تتفتحش في الشنطة. كمان الصمام ده معمول مخصوص علشان يطلع البخار، وهي جوه المايكرويف لازم تكون الصمام مفتوح، ولما تطلعي العلبة من المايكرويف برضو سيبي الصمام مفتوح علشان ما يبوظش الغطاء. اوكي، كمان عايزه اقول لكم قد ايه تابروير بتفكر في تفاصيل صغيره في صناعه العلب بتاعتها وبتميزها عن اي منتج تاني. في كل علبه هتلاقي ان في الساعه مكتوبه على العلبه من تحت، وكمان بلغه البريل للمكفوفين علشان الراحه بتاعتهم. قد ايه هم بيفكروا في التفاصيل الصغيره دي علشان بجد راحه الناس. وكمان البروزز الصغيره اللي داير ما يدور العلبه دي علشان وهي جوه المايكروويفز، جوه المايكروويف الويفز كلها بتخش داير ما يدور، بيحصل نوع من التسخين الاكل اللي جوه بطريقه منتظمه. فبجد ثانك يو تابروير على تصميمك للعلب. و دي القطع موجودة معانا في الكتالوج الجديد، وجود لك إن شاء الله الأسبوع ده.